ولك هيو تعب. ايوه هاتو. ولك انت هامل. ايوه هاتو هاتو. تعب الذكر تعب. هات. طبعا هذا يا جماعه الخير شبابي، بتتذكروا لما لوناهم؟ هيو شبابي ولسه جديد وما شاء الله حجمه حلو. طبعا الكل مترقب ايش بده يصير بعد ما حطينا السم في البيوت او حوالي البيوت. طبعا جماعة الخير في الحلقة اللي فاتت فرجيناكم كيف السم اكلوا الجرذان، فهو احنا بنشرح في الفيديو هذا اذا طلع معنا جرذان نقتلها، واذا طلع معنا انا شمم ريحة ولكن مش مميز وين هذه الريحة. حنفرجيكم وين هذه الجرذان، حنشوف هل السم نفع ولا لا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايبي، رجيناكم في فيديو جديد. طبعا جماعة الخير اليوم ان شاء الله حنشوف بيض الرومي اكل مجمع من بيض، وهل تغير من اللون الابيض ورجع للونه الطبيعي الا وهو اللون الابيض والنغمش الاحمر، وحنشوفه وحنتعرف وحنعرف اكثر ونشوف ليش القصه هذه صارت مع الانثى، وحنجوز كمان جوزين حمام وحنشوف الجوزين الحمام اللي حطيناهم غاد هل يتجوزوا ولا لا، وحنعرفكم كيف تتجوزوا الطيور. وزي ما تعودنا اربط حزمه الامان وانزل تحت واشترك في القناه وفعل تنبيه الجرس في اقرب حزين ليصلك كل جديد، وهيا بنا وليتس جو. تمام يا جماعة الخير، زي ما شايفين هنشوف تجميع البيض لأنثى الديك الرومي الجديدة اللي بتوضع بيض. صراحة ما لهاش تقريبا 6 أيام توضع بيض، فهنشوف ايش في تجميع من البيض وهل لسه ضايل اللون تبع البيض زي ما هو ولا تغير، بمعنى انه هل ضل نفس اللون أبيض ولا رجع نفس اللون الأصلي تبع بيض الرومي ألا وهو شكل مطاول وبنفس الوقت عليه نغمشة حمراء. فمش عارف ايش قصتها، خلنا نفوت ونشوف. ولو عندك انت تفسير على هذا الشيء احكي لنا تحت في التعليقات. طبعا يا جماعه الخير انا من منذ الازل وانا بربي الرومي وهو ببيض البيض تبعه طويل ومصحوب في نقاط حمراء، ولكن هذه المره الانثى هذه فاجاتني في بيض شكله مش بيض اللي هو رومي، فبدنا نشوف. تمام يا جماعة الخير، زي ما شايفين البيض زي ما هو وما تغير، ما صار اللي هو مطاول ومنغمش. صراحة شايفه زي بيض الدجاج، يعني بيض الدجاج زي هيك بالضبط ونفس حجم بيض الدجاج. يعني كانت بيضة الرومي كانت أكبر من هيك وكانت منقطة في الألوان مبرغش هيك. هذا البيضة الأخيرة تقريبا هذه اليوم بيضاها، فلازم يكون بيض الرومي منقط بنقاط حمراء. ففاجأتني هذه الأنثى في الكلام هذا، وأنا ما بعرف الكلام هذا أنه بصير كان يحصل معي، ولكن بيضة من أصل 12 أو 14 بيضة إلا ما تطلع لها بيضة هيك. لا المرة هذه شكله كل البيض حيكون نفس القصة هذه، مش عارف هل حيطلع في جنين ولا لا. إحنا حنصبر وحنضلنا نجمع بيض للنهاية وعند الرقد وعند فحص البيض والفقس، وحنشوف ايش القصة هذه. بس هذه كانت يعني القصة تبعتي وحبيت ان انا اشارككم فيها. طبعا جماعة الخير خلنا نروح هيك على السريع نطمئن على الطيور، وبعد هيك نروح نشوف الحمام هل تجوز او لسه، وبنفس الوقت حنجوز كمان جوزين حمام، فخليكم معنا. تمام جماعة الخير، بالنسبة للبط فأنا بشاهد الذكر بيطلع على الأنافي وبتم التكسير. صراحة يا جماعة الخير شامم ريحة إشي كثير قوي، يعني زي فطيسة، فأكرمكم الله. فأنا متأكد إنه في جرذ ميت في المنطقة، يعني مطرح ما حطينا السم. مش عارف ريحة قوية كثير 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 كثير، مش عارف هل من فوق الزينق وهان أو من عند الجيران، ولكن في ريحة قوية كثير كثير، ريحة جرذ ميت أو حاجة ميتة. حتى في دبان كثير كمان شكله في المنطقة هان، ولكن أنا مش شايفه بين القواوير أو بين تحت الهذا مش عارف. المهم في ريحة قوية جدا جدا جدا، وهذا دليل إنه السم فعال وجاب نتيجة. كل ما أزيد هان بتزيد الريحة، يعني كل ما أقدم هان بتزيد الريحة. مش عارف هل هو هانا. تمام هم جعانين ما شاء الله، انت جعانين القد بنحط لكم اكل. طبعا الطيور كلها جعانه، فانا ان شاء الله احط لهم اكل، ولكن خلنا اخلص معاكم الحلقه وبعد هيك هنحط لهم اكل.
يا بي يا عفو الله، الريحة كثير كثير قوية من هنا يا جماعة، الريحة نفاذة. تمام، بالنسبة للإخوة اللي حكوا كان نقلت البيت بدل ما تقطع الجذع، فأنا جماعة الخير كان البيت هان ونقلته هان. بعد هيك ما فيش يعني ما فيش وسع، أو وين بدي أحطه، ما في له مكان ثاني غير المكان هذا. فالجزء كان طويل كفاية إنه يوصل الجرذان من جيراني، من جيراني للشجرة ومن الشجرة للبيت، فاهمين علي كيف؟ فكان يطلع فوق، أنا حاطط الأعلاف فوق والأكل تبع الصوصان والكتاكيت والملتزمات تبعته، كان يطلع فوق ويأكل الأكل ويخرب لي ويبزق فيه، وأنا كنت خايف على الطيور تبعتي. بس هي كل القصة. أما بالنسبة للجزع فما حد يزعل يا جماعة الخير، الشجرة ما شاء الله مليانة، شوفوا كيف، أنتم متخيلين كيف ما شاء الله زي ما شايفين. وطلبت من جارنا أنه هو يقص الشجرة تبعته اللي طالع علينا، وما في نتيجة يعني، لا حياة لو ما انتم نادي. هذه الشجرة ضارة، لا بتفيد ولا بتضر، يعني زي الظل بتعمل أو بتخبي، يعني مش عارف علش إيش دك تخبي. تمام، طلبت منه يقصها، ما قصها لحتى الآن، وبالعكس يعني بتنزل ثمار، بتطلع أشجار هنا وبقعد أنظفها، شوفوا كيف. تقريبا كل أسبوع بطلع كيس كبير، هذا الزغلول اللي طلع عندي ما شاء الله، شايفين كيف، شايفين الثمار تبعتها، كل هذا شجر منها، وبأنتف وبرجع تاني ثمار، بتنزل ثمار وبتعشب الأرض. طلبت منه كذا مرة انه هو يشيله، مش عارف ايش قصته. طلبت منه كمان يشيل هذا عشان الجرذان كله اوساخ، مش عارف ايش قصته. فالله يهدينا ويهديه، وان شاء الله هيك يقيم الاوساخ هذه. تمام، بديش اشغلكم معنا، خلنا نشوف ايش دسوي انا. تمام، حندخل على السريع على بيت الحمام وفرجيكم ايش دسوي وايش اللي تجوز وايش اللي ما تجوزش، وبنفس الوقت هرجع بعد ما خلص معاكم الفيديو اطعم الطيور هاد، لانه عندي موعد مع ابي في المبيت معاه. فنسأل الله العفو والعافية، وربنا يشفينا ويشفيك ويشفي لي ابي يا رب. هيا بنا وليس جو. A few moments later. طبعا جماعة الخير زي ما شايفين طلع الذكر متجوز أنثى قبل هذه الأنثى المبشنقة الأسدي، وزي ما شايفين هي فاردة جناحينها وزايفة، شوفوا كيف متزوجين الزوج هذا. وأنا كنت بعتقد أنه هو مش متجوز، ولكن طلع متجوز ومش راضي يتجوز المبشنقة اللي في الثنكة هذه لسبب أنه هو متجوز. حد فهم شيء؟ اللي فهم فهم. المهم الجوز اللي فوق زي ما شايفين بدهم هم يتقاتلوا الأنات على الذكر، لأنه هذه أنثيته وإحنا ما كنا نعرف. زي ما شايفين طلع كيف جناحها، تثبت إنه هي إيش يعني مرته، والأنثية الثانية دخلت في الثنكة. فالمهم الجوز هذا تجوز ومية المية الحمد لله، بدنا نجوز غيره زي ما أنتم بتلاحظوا. ثواني بس أنزلكوا إياهم. آدم هات لي إشي على كشفي، هات عصاية إشي أي إشي. دمجمة الخير الجوز هذا تجوز اخيرا، فيش اكثر منها هذه. انزل يا حج يا حبيبي، هات اطول منها يا حبيبي. هاي هذا في هذه تتهابل صح؟ تتهابل، هات اكبر منها. هات هذه، هات هذه، سكرها طور. استنى ايوه كشكش، خلاص اهدى اهدى. استنى كشكش لك. زي ما شايفين يا جماعه الجوز متجوز 100%، وهذا الجوز طلع متجوز، هي انثيته. هذا ما بعد هيك، فلو بده يصير يا جماعه انه هذا حنرجعه للبيت هذاك لانه خلص اتجوز، ونجيب ذكرها ونجوزه انثى هنا. تمام، على ما اعتقد فهمتوا عليه، شايفين كيف هذه بتزوف له المبشنقه، ولكن هو متجوز انثى. شايفين كيف تنزل راسها، شايفين كيف، شايفين شايفين، ولكن احنا طلعت متجوزه. فحنطلعهم اوعى اوعى اوعى، ونروح نشوف ايش في باستطاعنا ان احنا نجوز حمام ثاني. طيب نشوف ايش نسوي يا جماعه. ادم روح افتح لي باب الحمام. لقيت هذه مقطوعه، مين قطعها؟ مين قطعها؟ انتو؟ لا مش احنا. انتو، يلا افتح لي الباب. مش احنا.
يلا يا بابا. تمام يا جماعة الخير، حنطلع الحمام اللي هان ونعيد تزويجه من أول جديد. اللي تجوز هان حنرجع للبيت الكبير، واللي ما تجوز من غاد حنجيبه، من غاد حنجيبه ونجوزه هان بالطريقة اللي احنا جوزنا فيه هذه الحمام. فحيكون اشي كثير كثير حلو. طلع لي اياهم، بتعرف تطلعهم؟ طلعهم يا بابا. خش خش، خلينا نشوف هان ايش نجوز. تمام، قبل ما نطلع بدنا نمسك، هات الذكر. طيب هات الذكر هذا قبل ما نشوف انت وترجع لذكرها. العجل هاتوا هاتوا. A few moments later. هات اشوف. تمام يا جماعة الخير، هذا الذكر الانثى تبعته القلابة. طلعت القلابة؟ طلعت القلابة ولا لسه؟ تمام، ايش نجوزه؟ هذه انثى تليق فيه ويكون بحجمه. في عندي انثى تقريبا نفس الحجم ونوعها نفس نوعه، ولكن هي السلفر. هياك ذكرها اكلت العرسة. هي هات لي اياها، هي هذه اللي بتتمشى غاد. طبعا هي القلابة طلع، فحنحط هذا الذكر. يلا يا بابا شو السر؟ ولا شيء السر معك؟ طلعته حتى اشوفه قبل ما تطلع. نحط هذا نجوزه. ما شاء الله كبر ليش؟ هات اشوف. طبعا هذا الذكر القلاب اللي تجوز لسه بغير ريش. شو؟ استنى بس. استنى يا بابا. ماشي يا بابا عشان انا امسكه. ما شاء الله. طبعا تجوز خلص، حنحطه في البيت الكبير. هات الانتاية اللي قلت لك عنها يا امير. لا مش هادي، مش هادي، مش هادي. هي. ايوه. هاتها يلا. هي 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 هي. يا شيخ هياك السلفر اللي غاد. السلفر يا بابا. هيها اللي اجت. ايوه ايوه، امسك امسك. بابا بابا، ادلك على اشي، ادلك على اشي. درج هالبيت واستخلي فيها. درجها. ايوه درج. ما انت مش عارف تدرج. يلا درج درج بشويش. ايوه يلا يلا، استفرد فيها وهاتها. تمام، اللي مبشنا قبل بدنا نجوزها. هذه هي علي الضمان انك جوز همل. والله انكو همل، انتو جوز همل. دخلتوها جو مش عارفة تمسكها. هامل. فوت وحطها يلا. سم الله، قول بسم الله. تمام، روح لجيب لي المبشنقة. روح جيب المبشنقة، روح عبي هذه المبشنقة الأميرة. تمام يا جماعة الخير، زي ما شايفين حنجوز الجوز هذا الذكر الأسود مع الأنثى السلفر إن شاء الله يتجوز. وحنحط هان المبشنقة مع ذكر شبابي. أنا لقيت هقول لكم وين هو. وين المبشنقة؟ هيا فوق فوق فوق. هيا فوق. طلعني فوق. يلا أنا أبو شكلي طيري. لا خلص يلا روح جيب، هاتها هاتها بالعجل يلا. لا جناحها. هات اشوف. هات اشوف. نمسك من وحدة. قال. اي. روح جيب لي الذكر الشبابي هذا. الابيض؟ هذا ايوه هذا. درجه استنى. زي ما علمتكم. درجه درجه على البيت. درجه 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 درجه. مش هيك بشويش. بابا. ايوه. يلا واحد يسكر الباب والثاني ايش يمسكها. تمام خلينا نروح نشوف نحط هذه في البيت. ونجوز الثاني، الجوز الثاني. تمام قلنا بدنا نحط هذا الذكر مع هذا، والانثى هذه مع الذكر الشبابي. فنستنى ادم يجيب اللي هو طلع منهم. والله انكم همل. جوز همل انتو. انتو جوز ايش؟ انتو جوز همل. ولك هيو تعب. ايوه هاتو. ولك انت هامل. ايوه هاتو هاتو. تعب الذكر تعب. هات. طبعا هذه جماعة الخير شبابي، بتتذكروا لما لوناهم؟ غير غير شبابي ولسه جديد وما شاء الله حجمه حلو. فحنحطه في البيت يتجوز اميره بسم الله. طبعا هيك معانا زوج شبابي واحده والثانيه الاميره، وان شاء الله يتزوج.
ومعانا هانا الزوج الثاني ان شاء الله يتجوز، فحنقفل عليه، عنده ميته، عنده شربه، عنده أكله 100%، حنستنى عليه. وين كان هذا؟ وين كان؟ تمام، بدي أضبط الإعدادات عندي يا جماعة الخير وأرجع لكم. تمام جماعة الخير، بعد ما قمنا بتزويج زوجين، زوجنا الزوج الأول القلابة، والزوج الثاني طلع متجوز، وأنا كنت فاكر إنه هو مش متجوز. هذا هو الذكر الريحاني الأدوار والأنثى البلدية هذه، فالإشي حلو كثير. تمام، الزوج القلابة أخذ تنك غادي، تنكت اللي هو الأنثى مع الذكر الأسود اللي قمنا بوضعه مع الأنثى الصلفر على أساس أنه احنا نجوزه. أما بالنسبة للمبشنقة والذكر الشبابي تقريبا خلفة أو إنتاج من عندي، إن شاء الله هقولكم إيش بصير أول بأول في الحمام اللي حطناه يتزوج. وصراحة هذه هي الطريقة اللي أنا بتبعها عندي من زمان، كيف أنا أزوج الحمام، إن أنا بحطهم في صندوق وببدأ أنه أنا أزوجهم على كيفي وبس. حبايبي بهيك بنكون وصلنا لآخر الفيديو، بتمنى لو عجبكم الفيديو ننزلوا تحت وتشتركوا في القناة، تشتركوا في القناة وتفعلوا تنبيه الجرس الفاقة بحزن اللي يصلك كل جديد. حبايبي تمرش عليكم يوم الغد سامة أكثر من الصلاة على النبي، أذكر الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام عليكم.